ما عندكيش اي حرج دلال عبد العزيز انه المشاهد بتطلعك وانت ما فيش مكياج وانت كذا وربط دماغك؟ في حاجه انا قلتها من عندي ودي كنت قصداها، وهي جاي بالي هدوم جديده وفكت الكيس وقلت لهم الحقوا بقى اللي عايز يطلب حاجه من دعاء قبل ما ترجع تمسك ايدها تاني. فقلت لها اما بالمره بقى، هي جايبه لي كريمات للوش وبتاع عشان الشيخوخه والتجاعيد والحاجات، قلت لها طب ما تاخديني بقى ينوبك ثواب عند دكتور اعمل شد رقبه، انا فعلا نفسي شد الرقبه. فعملت لها عند الام بتقول امنياتها ايه ده والله. قلت لهم عشان نفسي بس خايفه ابقى مخنوقه كده، ابقى عامله زي الضفدع المخنوق. لا انت قمر. لا 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 محتاجه ورد. لا 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 ولا تشدي ولا بتاع. لا اما تشوفوني عملتها لا لا هم قولوا لي صح صح ولا لا 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 احنا هنضمن بقى بعد الشد حاجه تطلع كده حاجه تطلع كده. انا بخاف والله، انا خايفه، انا بقالي كذا فتره نفسي اعملها فعلا بس خايف. لا 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 قمر قمر الحمد لله. فانا بحس بجد ان انت في البيت بصراحه، يعني نفس غالبيه البيت اللي الام بتبقى لابساها ماشيه ماشيه البيت. اغلب الستات عندنا بنصحى من النوم بنفس البيجامه بنفس قميص النوم، نخلص الاول وبعد كده نغير هدومنا. فانا كنت يعني محافظه على الطريقه دي. حاجات كتيره في دورك عندك في حاجات كده. مين دي؟ دي مش لامية، دي دي دلال. ايوه قعدتك على الكمبيوتر دي. دي خالص انا مجهل، انا عايزه محو اميه تكنولوجيه فعلا. وكل مره يعلموني وانسى. لا طب طب تعالي بس، طب تعالي طلعي لي كذا. يا مامي ما انا قلت لك هتدوسي على دي. وبعدين ايه يدوسوا بسرعه ليه؟ ماما بشويش بشويش. فقعد اتخانق معاهم في الحكايه دي.